فنية تقنية. يلعب على اطراف، وزع العرضية، سدد ارضية، 1-0. برافو برافو برافو، جول سجل البولتو، المنتخب التونسي سجل 1-0. افضل افضل من بلجيكا يا كانزاري. العب 1-0 من وسام البوغانمي. وسام البوغانمي الله اكبر عليك يا خضرة. 1-0 للنصور. اشرب يا كوبنس، وما زلت تاكل اهداف ان شاء الله. 1-0 هدف جميل، كورة ملعوبة، متعني علمني، اضرب سدد سجل يا خضرة. 1-0 1-0 للنصور، قلت لك الدور الثاني الروعة، متعني اسحرني علمني. برافو برافو برافو، ايش حطيت لها يا كنزاري، ايش حطيت لها يا كنزاري. والله لو قطع الصوت ما نحبوش يقطع، نحب نكمل، نحب نستمتع، نحب نتعلم، نحب نعلق على يوم تاريخي. برافو، يوم من ايامك الكبيرة يا رياضة تونس، يوم من ايامك الكبيرة يا كرة القدم التونسية. 2-0 في 25 دقيقة الان، قلت في لحظة سابقة ممكن نسحق بلجيكا، بالفعل ممكن كروية نسحق البلج. شوف الكورة يا حضرية، العب والكورة مليمتر في المرمى. 2-0 2-0 للنصور، فرصة كبيرة الثنائية، حتى ربي معانا. الكورة ضربت في رقم 13 خالد، الكورة تضم الرؤولة على الضغط التونسي. ان شاء الله ما نرجعوش للخلف، وهنا تعليمات ودور الكنزاري اللي اكيد مع هذه المجموعة من السنوات ما نخليهش يمر، ما يتعداش، تمشي كورة عرضية خطيرة، والهدف هو الهدف الأول للمنتخب البلجيكي، الهدف الأول للمنتخب البلجيكي. قلت لك المشكل في الدفاع متاعنا في 2-0، نوع من الاسترخاء، وخرنا التالي، والهدف الأول للبلجيكيين عن طريق رقم 9 نيل ديبو لاعب لوكرن. هدف كان ممكن تفاديه، على كل فسخ وعاود من جديد. قدمنا بشكل ممتاز 25 دقيقة، من بعد دقيقتين خرجنا من اللعبة شوية، إن شاء الله نرجعوا نركزوا الآن. هدف كان ممكن تفاديه، مش معقول المهاجم يسبق المدافع، لازم تحطه ديما ورا ظهرك. إذا هدفين لهدف، هدفين لهدف للمنتخب التونسي. ديبو أكيد يفتح المباراة، مازال لقاء طويل. أربع منتخبات من الكاف من أفريقيا تشارك، غانا تلعب اليوم، نيجيريا فازت 2-1 على فرنسا في لقاء كبير، منتخب التوغو تعادل مع التيكو. حذاري والله خايف من طريقة التسلل. كورة المنتخب البلجيكي، قلت لكم خايف، كورة خطيرة وانطلاق، والتعادل والتعادل مش ممكن، مش ممكن، قلت لكم والله خايف من التسلل. 2-2 المباراة ترجع لنقطة الانطلاق. كيفن كيس وهدف التعادل. لاعبين صغار مازالت ما عندهمش التجربة والخبرة والحضور الذهني 100%. يعني التسلل نلعبه بالطريقة هذه ممكن تكلفنا خطورة. نبهنا مرة، قلنا 2، حضرنا 3، عيطنا في الرابعة في الخامسة. هدف التعادل، ما فيش تسلل. قرار سليم من المساعد الياباني. طبعا بردنا الهدف الثاني كأنه شكون صب عليه استلماء. هدف ثاني المنتخب البلجيكي من كيتس. التعادل للمنتخب البلجيكي. 2-0 في 27 دقيقة، في 10 دقائق 2-2. من عام 90 الا هو، من مواليد 91، يعني اصغر منهم. تمشي كره منتخب التونسي، يرجع الهجوم، في امكانيه دفاع بلجيكا ممكن تضرب، تلقى الكره نور حذريه، فاد الكره منتخب التونسي، افتح اليمين، ننتظر لمسه، كره وهمسه جميله جدا، وانتو والثالث، الثالث الثالث الثالث، رائع جدا. الشو التونسي ممتاز، الكرنفال التونسي يرجع، الفستيفال روعة. ايه يا سليم اعمل بيدك، مش نورمال مش نورمال مش نورمال مش نورمال. تونس اليوم في شوط كبير روعة. 1-2-3 ما لقاهاش كوبانس الا في شباكه، ما لقاهاش كوبانس الا في مرماه. نحن الافضل، نحن الاروع، نحن الاقوى. ارجع ركز لي، ارجع شوف الكورة، ما احلاها، ما لعبها، ما اجملها، ما ابرحها، ما اتقنها، ما ادقها، في كلمة ما اروحها. شوف السحر، 1-2-3 1-2-3 خذوا هات التيك تاك، الكرة في المرمى، العب يا مساكني، سجل يا يوسف. 3-2 لتونس. هذا الشبل من ذاك الاسد، بوه منذر المساكني، احد اكبر لاعبين
في العشرية او في العشرين سنة الاخيرة. برافو برافو يا جزيري، برافو يا زياد الجزيري، برافو يا خالد، برافو برافو يا عياري. بينالتي للنصور، بينالتي للصقور، ها هي الكواسر، ها هي الجوارح. حطها في المرمى بعد شيخكم، حطها في المرمى بعد شيخكم. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كوين بينالتي الجزيري، الثعلب الجديد خالد العياري يجيب ركلة جزاء. شوف خرج، كانوا زياد، كانوا جزيري، كانوا الجزيري ضد اسبانيا، لكن ان شاء الله السيناريو مغاير. الرابع 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 لنرتاح، الرابع لنفوز، الرابع للثري بوينت يا نصور. يا ربي معاه ومعانا، يا ربي معاه ومعانا. كورة المباراة، ما نحبش نقول كورة دور ثاني. يا ساتر، امشي وركز يوسف المساكني، يا ربي معاك. تمشي الكورة يوسف المساكني، يوسف المساكني، كوبانس المساكني، والرابع 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 والرابع. اسقط يا كوبانس، بلجيكا تسقط بالضربة القاضية، النسور سيمرون بإذن الله. ارفع ارفعوا في العلالي، ارفعوا الطوالي، ارفعوا يحييكم الشوالي. مش ممكن مش ممكن. مبروك لنسور قرطاج، المنتخب التونسي، ما هذا الهدوء، ما هذه الشخصية، ما هذا التواضع في 4-2 على بلجيكا في مونديال. اللاعبين هادين، يعرفوا انه المشوار ما زال طويل، يعرفوا انه اللقاءات ما زالت كبيرة ومثيرة. برافو يا شباب، ما زالوا عارفين امامهم انه ما زال شيء صعب ينتظرهم، ولذلك هذه نقطة المباراة ايضا من نقاط المباراة. ما مشاوش يجريوا للمدرب، احتفلوا بطريقة داخلية لانه المونديال مازال طويل والترشح مازال بعيد. برافو يا رجال، برافو لشبان المنتخب، مبروك لنسور قرطاج، مبروك علينا هذا الانتصار، مبروك هذا الفوز للمنتخب الرائع، منتخب ممكن يقوم بالرواية هنا في كوريا. تونس 4 بلجيكا 2. حضرات المشاهدين، انتم لستم في مباراة ودية وليست في لقاء اعدادي بالمونديال، بل هو قلب المونديال. التونسي يتقدم بثنية، الفريق البلجيكي في الهايلايت 2-1، 2-1 البلجيكا، ثم 2-2 التعادل للمنتخب البلجيكي. هذه الكورة، ونقول البلجيكي اللي فرح امامنا، العبرة بالخواتيم، هذه كورة التعادل. لم ينهار منتخبنا، قوة شخصية كبيرة، هذا احلى الاهداف، هذا اروع الاهداف. يا معلم شنو الكورة هذه، شنو الكورة هذه؟ هنا الرابع، هنا ننهيها، ومسك الختام وكادر ومشهد الاختتام.